عندما نتحدث عن الرياضة نتحدث عن لطف الزعبي بكل الأحوال الإعلامي معنا. أهلا وسهلا فيك. بس قبل يعني هيك يا ظالمين أنتوا تعون الرياضة. نعم. إنه هلأ سن 38 أصبحت سن متقدمة بالنسبة لكرة القدم. بالنسبة لكرة القدم غيرتوا المعايير. كانت على كل حال مش كانت عم بيزداد الرقم الآن صارت يعني هلأ إبراهيموفيتش 40 عم يوصل. طيب دانيال سؤال 38. أنت خلاص بكون رونالدو 36 أنا من ناحية كرة القدم أنا إذا بروح بدمر الفريق. على كل حال شو اللي بيخلي يعني فريق مثل أو نادي مثل برشلونة إنه يستعين مثلاً كما قلنا دانيال ألفيس اللي عمره فوق 38 سنة الآن يستعيد ويستعين فيه لإعادة ألق هذا النادي؟ هلا دانيال ألفيس هو ترك 2016 بارتوميو مشى الرئيس السابق وصار مشاكل راح ليوفنتوس راح لباريس رجع للبرازيل لكنه أبدع في أولمبياد طوكيو مؤخراً وجاب ميدالية ذهبية للفريق كظهير أيمن وأكثر مكان أبدع فيه مع المنتخب لعب بس 7 مباريات فكان الوضع طبيعي لفت الأنظار من جديد لبرشلونة بس الأهم من هيك أنه برشلونة فريق طفران عليه 1.350 مليار دين ما عنده مصاري يشتري لاعب ما حدا من اللاعب برضى يجي يلعب لأنه ما فيش رواتب ما في إمكانات مالية مين اللي بيجي اللي ما معه مصاري المدرب تشافي لما أجا دفع شرط الجزائي أو نصه للسد القطري ويلعبوا مباراة ودية داني حياخد دولار بالاسبوع معقول طب شو اللي بيرجعه لانه بحب الفريق العاطفي. لانه بحب الفريق الصوره الذهنيه هو رجع على اساس يعني. رجع على اساس شوف ميسي شوف سواريز شوف انيستا شوف كل الاسماء العملاقه الرقم هذا رقم انيستا ورقم تشافي رجع عشان الصوره القديمه زي ما انتم رجعتوا للصباح العربيه هلا بتقدموا بعد 10 سنين ناخذ درهم بس مش هتاخذوا درهم يعني طيب. انتوا هترجعوا ببلاش اكيد طيب لطفي دانيال قال بانه هو رجع لحتى يساعد الفريق شو ممكن يقدم لاعب بعمره للفريق والله وعاده بيني وبينك يعني صعب ولا شيء وعاده اللاعبين اللي بيرجعوا المخضرمين اللي بيرجعوا لفرقهم بيحدثوا فرق حقيقي بعضهم ممكن هو ممكن يحدث بس انت بتحكي هناك لعب 7 مباريات في الاولمبياد فكانوا مش ما في ضغط عالي الان بده يلعب 90 دقيقه اذا لعب قدامه فينيسيوس لاعب الظهير او الجناح الايسر لريال مدريد سريع جدا مهاري جدا بنيته غير شكل لياقته عاليه شو بده يسوي قدامه حيفتح شوارع إذا هو تقدم وساعد بالهجوم مين حيغطي وراء كيف حيرتد بسرعة حيصير زي مارسيلو الظهير الأيسر تبع ريال مدريد إذا أنت بهذا العمر ممكن تكون إداري هو عنده روح الفكاهة أو مدرب مساعد مدرب لأنه في مدرب جابوه جديد لسه إداري ممكن مدير فريق ممكن يضفي جو من المتعة مع الفريق يدير غرفة الملابس طيب. للعيبة هذه الأجواء اللطيفة لأنه معنا دقيقة تقريبا بس في أكثر من لاعب يعني كما قرأنا نعم. أيضا وأنتم نعم. الخبراء في الرياضة عادوا في الواقع لأنديتهم وتألقوا شو السر؟ أكثر واحد ديدي دروغبا ترك اليونايتد راح ليوفنتوس ببلاش باعوا خلصوا منه 2012 2016 رجعوا اشتروه ب 103 مليون يورو 120 مليون دولار لاعب أبدع هناك فلما رجع هو رجع رغبة أنه يثبت وجوده راح ببلاش رجع بفلوس برقم عالي جدا هلا هو بده يترك طبعا حيخرج السنة الجاي بشرط بدون اي مبلغ مالي طيب نشكرك جزيل الشكر طبعا الخبير الرياضي وزميلنا لطفي الزعبي اللي كان معنا في الاستوديو شكرا